انت شو عم تعملي ميتاي؟ انت ليش تتدخلي بهيك مواضيع؟ انا قلت لك تضلي هادية ليجي وقت العرس. انت لوين بدك توصلي ميتاي؟ امي على الاقل لا تحكي مثلهم. انت بتعرفي اني ما عملت شي غلط لتتضايقي. انا بس كنت بدي حل المشكلة. ميتاي انت بدك تتزوجي من هي العائلة. اكيد ما حدا منهم بيعرف شو قصدك بنتي. هنن بهالمرحلة بس عم بيركزوا على أخطائك مو أكتر. انتي بتعرفي النتيجة شو راح تكون؟ ممكن يلتغى عرسك ميتاي. لا يا أمي ما رح يلتغى العرس، لا تقلقي. شوبهام هو شخص كتير حنون وذكي ورح يعرف يفرق بين الصح والغلط تماماً مثل ما عمل سيد هارت. هاي العيلة ما قصرت معنا أنا وياكي. طيب كيف فيني أتركن وهنن بهاي الحالة؟ لا تاكلي هم يا أمي، نحن كل اللي فينا نعمله حالياً إنه نوقف مع الحق والباقي الوقت رح يتكفل فيه. ميتاي أنت بنت كتير طيبة وبسيطة، لهيك أنا خايفة عليك يا بنتي. أنا ما رح ضل معك للأبد وما بعرف شو ممكن يصير إذا ما تزوجتي. أمي ليش خايفة لهالدرجة؟ أنتي رح تتحسني عن قريب. أنتي عم تتعالجي بطريقة منيحة بسبب سيد هارت. كمان أمي أنتي لا تاكلي هم زواجي بالمرة، أول شغلة ما رح يصير شي. وحتى لو التغى عرسي يعني أنا رح ضل قوية ورح ضل عايشة مثل الأول. لهيك لا تقلقي علي، أنا رح أشتغل وعيش. تعرفي إني شاطرة بشغلي وبقدر أعمل مشبك وبيع بالشارع. أنا رح أعيش معك يا أمي ببيتنا اللي تعب وعمر لنا يا أبي. حتى لو تزوجت أو ما تزوجت ما في أي فرق عندي، بس أنا ما فيني أبداً ضل ساكتة هيك عن الغلط. انتي عن جد لازم تفكري اكتر، اذا ما تزوجتي شوبهام رح موت وانا خايفه عليكي.